خلينا نروح لزميلنا أمير هشام من مقر إقامة النادي الأهلي، نتعرف على أخبار اليوم النهارده وأهم اللي عارف النهارده. كمان كابتن محمود الخطيب كان عمل اجتماع مع بعثة النادي الأهلي وخصوصا المسؤولين عن الناحية الإدارية والإعلامية. أمير مساء الخير وأهلا بيك معانا في السادسة. مساء الخير عليك محمد، تحياتي ليك وتحياتي لصورة وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم. أهلا بيك، يعني تدينا أهم ملامح النهاردة أمير كده وتقول لنا. يمكن عرفنا أن كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مع بعثة النادي الأهلي النهاردة وكان في تأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة المتعلقة بالمشاركة طبعا في مونديال الأندية. طبعا النهارده دي ابرز الملامح اللي بتتعلق او ابرز شيء حصل النهارده في يوم النادي الاهلي او في اي احد ايام بعثه النادي الاهلي هنا استعدادا لكاس العالم للانديه. كابتن محمود الخطيب اجتمع مع البعثه الاعلاميه واداري النادي الاهلي وكان ليه بعض الكلمات والتعليمات الهامه جدا بضروره الالتزام بكل الاجراءات المتبعه داخل مقر اقامه النادي الاهلي. كلام اكيد كان مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب بما انه طبعا رئيس بعثة النادي الأهلي هنا وأيضا بما أنه رئيس النادي الأهلي، وبالتالي كانت يعني جلسة خدت حوالي 15 أو 20 دقيقة وكان كلام يعني مهم جدا في الحقيقة. لكن بخلاف الجلسة دي خليني أقول لك كمان يا أحمد أن كابتن محمود الخطيب النهاردة خد الشهادة من قبل الفيفا اللي مهداة من الفيفا النادي الأهلي بما أنه بيشارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية وده رقم كبير جدا في الحقيقة بالنسبة لبطل أفريقيا. كمان كان في طلب مهم جدا من قبل الاتحاد الدولي من خلال طلبهم أن الكابتن محمود الخطيب يمضي على تيشيرت باسمه لتيشيرت النادي الأهلي ويسلمه للفيفا علشان يكون متواجد في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم. ده فيما يتعلق بهذه الأمور، لكن فيما يتعلق ببعثة النادي الأهلي و اخر استعدادات الفريق، فالفريق النهارده يعني تحديدا يا احمد ويا ساره بعد قليل هيتجه لملعب المران، مران النادي الاهلي الثاني النهارده، وهو ملعب في الحقيقه بيبعد حوالي 15 او 20 دقيقه من مقر اقامه النادي الاهلي هنا، وهيواصل الفريق تدريباته استعدادا لاول مباراه امام الدحيل القطري اللي باذن الله الاهلي يكون موفق فيها بشكل كبير ويقدر يحقق نتيجه كبيره في هذه المباراه رغم صعوبتها، وده امر لازم نركز عليه بشكل كبير لان البطوله زي ما احنا عارفين بطوله غايه في الصعوبه، مش سهله المنافسه فيها اطلاقا. التركيز كمان كله منصب على فريق الدحيل القطري وكيفيه طبعا محاوله الفوز في هذه المباراه وكيفيه التركيز على تخطي هذه العقبه، وده امر مهم جدا لان ممكن يكون البعض بيفكر في مباريات اخرى احنا لسه ما وصلناهاش وده امر مهم، لكن كل البعثه بالكامل بما فيهم طبعا الجهاز الفني واللاعبين كلهم بيفكروا بس في مباراه الدحيل القطري، ازاي ان احنا نتخطى هذه العقبه وازاي نلعب هذه المباراه بشكل جيد ويليق كمان بجمهور النادي الاهلي اللي في الحقيقه استقبل الفريق استقبال اكثر من رائع هنا اول ما وصل الفريق، وكان يعني امر انعكس بشكل ايجابي جدا على اللاعبين وساهم في ارتفاع روحهم المعنوية وادهم دافع كبير جدا جدا ان هم ان شاء الله باذن الله يقدوا مباراة كبيرة امام الدحيل القطري. بخلاف ذلك استعدادات كلها طبيعية، كان في فطار الصبح بالنسبة لفريق النادي الاهلي، بعديه كان في وجبة الغداء في تمام الساعة 3 عصرا، بعد كده محاضرة في هذه اللحظات هتبتدي بالظبط دلوقتي من مستر بيتسو موسيماني للاعبين، وهي محاضرة في اطار المحاضرات العديدة اللي بيركز عليها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني. بعد المحاضرة مباشرة إن شاء الله الفريق يتحرك عشان يواصل تدريباته هنا استعدادا للمونديال. امتى يا امير ممكن يعني عايزك تطمنا على كابتن محمد هاني وكابتن حسين الشحات وتطمنا ممكن امتى محمد هاني يقدر يرجع ينتظم في التدريبات الجماعية؟ طيب نبتدي محمد هاني. محمد هاني الشد عنده مش قوي قوي، شد في العضلة الخلفية اللي جاله في مباراة بيراميدز اول 6-7 دقايق كده مش بالقوه اللي ممكن تمنعه من المشاركه في اول مباراه. امبارح يعني عمل اختبار طبي وطمئن الناس بشكل كبير جدا من خلال ان هو جري حوالين الملعب
وما كانش في اي شكوى او اي شعور بالام في العضله الخلفيه، وكان في سؤال مستمر وهو بيجري من طبيب الفريق ومن اخصائي التاهيل كمان، ايه الموقف؟ هل في اي الام؟ في اي امور يعني حاسس بيها نريح احسن؟ الولد في الحقيقه كان بيأدي التدريبات بشكل طبيعي جدا، التدريبات الاستشفائيه بالنسبه له، واختبار كان طبي بسيط كده، فالحاله مطمئنه بالنسبه لمحمد هاني. نسب مشاركته في المران تحديدا بعد بكره كبيره جدا جدا، يعني مران الثلاث ده هو اهم مران يعتبر بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه الدحيل، لان هو المران الرئيسي بخلاف المران اللي هيكون يوم الاربع كمان، ده اللي هيكون على ملعب المباراه. لكن هيكون في تركيز كبير جدا من مستر بيتس ومستمعين على بعض الجوانب التكتيكيه والفنيه، ربما محمد هاني يكون متواجد ومتاح بالنسبه للجهاز الفني في تدريب يوم الثلاث. نسب مشاركته بقى اساسي من عدم، وده هيتحدد على مدار التدريبات المقبله، لكن اقل تقدير محمد هاني هيكون متواجد على دكه بدلاء النادي الاهلي في مباراه الدحيل. لكن فيما يتعلق بحسين الشحات، هو في جزئيه ممكن تكون بتغيب عن البعض ان حسين الشحات ما شاركش اصلا في مران النادي الاهلي في القاهره اللي كان اول امبارح وقبل التحرك لمطار القاهره الدولي، لان هو كان عنده شد في العضله الخلفيه، والشد ده كان جاله بعد المباراه الاخيره امام بيراميدز، بالتالي كان في يعني اتجاه او كان قرار الانسب بالنسبه للجهاز الفني والطب ان حسين الشحات ما شاركش في تدريبات الامس. النهارده من الوارد جدا يكون في اختبار طبي لحسين الشحات، لكن ايضا نسب مشاركته في التدريبات كبيره، الاصابه مش قويه بالصوره اللي احنا متخيلينها. باذن الله بكره او بعده بالكثير برضه حسين الشحات يكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي، ومن ثم يكون متاح بالنسبه للجهاز الفني في مباراه الدحيل. وفي الحقيقه مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون بيحاولوا بقدر المستطاع تجهيز كافه اللاعبين المتاحين بالنسبه له في قائمه المونديال عشان تكون قدامه الخيارات مفتوحه ويقدر يعني يختار الشكل الانسب والتشكيل الانسب بالنسبه له في مباراه الدحيل باذن الله يوم الخميس. الامور جيده جدا، الحاله المعنويه ايجابيه جدا بالنسبه للبعثه ككل، ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. في نقطه كمان مهمه عايز اكد عليها يا احمد ويا ساره، وهي تتعلق بالاجراءات الاحترازيه المشدده هنا في مقر اقامه النادي الاهلي. ممنوع منعا باتا اي فرد من خارج الفندق يدخل لمقر اقامه الاهلي، وكذلك لينا كلنا هنا كبعثه النادي الاهلي في مقر الاقامه ممنوع تماما ان حد يخرج خارج الفندق، وده امر يعني مشدد جدا وتم التاكيد عليه مرارا وتكرارا، فده طبعا طبقا طبعا نتمنى السلامه طبعا لكل البعثه لتعليمات الاتحاد الدولي للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز امير من مقر اقامه النادي الاهلي، واستعدادا للانطلاق طبعا المونديال في لقائه مع الدحيل، المباراه المنتظره اللي بننتظرها وبينتظرها كل عشاق النادي الاهلي يوم الخميس اللي جاي. ان شاء الله تكون بدايه موفقه في البطوله، وتاكيدا على كلام امير يمكن جهاز طبي اكد ان شاء الله انه اصابه هاني بسيطه، وكابتن سيد قال ان شاء الله منتظر انه يكون موجود في التدريبات الجماعيه بدايه من يوم الثلاث اللي جاي.